في الكتاب ذكرت بداية حياته ونهاية حياته، وأحب أن أنا أقولها للمشاهدين وأنقلها للمشاهد. اللي لفت انتباه حضرتك أو اللي لفت أنظار حضرتك للبدايات وللنهايات؟ يعني احنا البداية بالنسبة لي لفت، أنا سألت الموسيقار محمد سلطان بدايته، يعني إيه اللي ربطك بالموسيقى؟ والدك ضابط شرطة في العهد الملكي، عيلتك عائلة أرستقراطية، يعني الطبيعي يا هتمشي على خطى والدك وتبقى ضابط، تبقى حاجة مهمة في البلد، أو إنك هتسافر زي شباب جيلك في الوقت ده، يعني أنت مش محتاج تشتغل، عيلتك سرية عندك كل حاجة. قال لي ما أعرفش، بس اللي أنا متأكد منه إن أنا مولود بعزف وبغني. تسألني إزاي؟ أقول لك ده حاجة بتاعت ربنا. أنا طلعت، هو قاعد على الأورج ببيتنا بعزف وبغني بعزف وبغني. وكانت النقطة المحورية في حياته، هو عنده 13 سنة، كانوا ساكنين في حي جليم في اسكندرية، عندهم شاليه، وكان الشاليه المجاور لهم الموسيقار محمد عبد الوهاب. أيوة. هو طبعا عبد الوهاب، وما أدرك مع عبد الوهاب، يعني طبعا. يعني عبد الوهاب حضوره دايما طاغي متجدد في كل اللحظات. طبعا. طفل نط من على السور عايز يسلم على عبد الوهاب اللي الناس بتتكلم عنه ده، فشافه عبد الوهاب فضحك ابتسم، تعالى يا حبيبي. اسمك ايه؟ اسمي محمد. ايه يا محمد عايزي؟ قال له انا بحبك وبعرف اعزف وبغني. ايه بتعرف تعزف؟ انا طب وريني كده. عزف قدامه، فكانت وكان يعني القدر بيرسم للموسيقار محمد سلطان طريقه مبكرا جدا. يعني لا، وقدام مين؟ قدام عبد الوهاب. وما ادراك مع ابو وهاب. وما ادراك مع عبد الوهاب فعلا. فحتى الموسيقار محمد عبد الوهاب لبس لبسه وقال له تعالى وديني بيتكم، راح خبط والده الموسيقار محمد سلطان بتفتح، لقت عبد الوهاب واقف قدامها. مش مستوعبه. حضرتك الاستاذ عبد الوهاب؟ قال لا، ايوه انا الاستاذ عبد الوهاب. اتفضل. طيب اتفضل. قال له بص انا جاي بس عشان اقول لكم، اوثقوا على الطفل ده، خلوا بالكم منه عشان بكره يبقى احسن زي او ممكن يبقى احسن مني. ما تموتوش مستقبله. فقال الاستاذ عبد الوهاب، يعني فكره الاستاذ عبد الوهاب دخل بيتهم ودخل، ومشيت الايام بالموسيقار محمد سلطان بعد كده خطوه في الثانيه لحد ما خلص دراسته الثانويه. وهنا كان الصدام بقى مع الاسره. يعني والده طبعا مصر ان هو يمشي على خطاه، يخش كليه شرطه او كليه البوليس، كانت موجوده في توقيتها في الاسم ده، وهو لا رافض. انا فنان، انا بحب اروح لحفلات، انا عايز ابقى فنان، انا عايز ابقى زي عبد الوهاب، انا عايز ابقى زي الناس العظيمه ديت. لا، تدخلت والده الموسيقار محمد سلطان بحل وسط. يعني في الوقت ده كانت كليه الحقوق هي كليه الصفوه في مصر، هي اللي بتخرج منها الشعراء، احمد شوقي، حافظ ابراهيم، بيتخرج منها كل حاجه. طب ندخله كليه الحقوق، وممكن من كليه الحقوق يبقى وكيل نيابه، يبقى ضابط، يبقى كمل ما كملش. وفعلا تفوق في كليه الحقوق، يعني ده المفارقه انه تفوق. مش بس كده، ده هو كمان تم قبوله في النيابه، يعني كان قدامه انه يبقى وكيل نيابه، لكن هو فنان والفنان حر. فايزه احمد الرواص. فايزه احمد الرواص ده اسم الفنانه القديره فايزه احمد، واللي بنتكلم عنها النهارده وعن قصه حبها مع الملحن محمد سلطان. ست جت من لبنان علشان تقابل حبيب حياتها، عشان تكون نجمه من النجمات اللي هنعيش طول عمرنا بنسمع اغانيها وبنسمع اغانيها. احكي لي عن البدايات. جت مصر ازاي؟ جت مصر ليه؟ بداياتها في الوسط الفني جت ازاي؟ احكي لنا حكايتها. يعني الفنانه فايزه احمد بيكا الرواص شهيره بالفنانه فايزه احمد. انا دايما كنت اقول عليها هي سوريه الاصل، لبنانيه المنشا، مصريه الهوى والدم. الفنانه فايزه احمد هي تقدر تقولي تجربتها، هي طبعا كانت في الوقت كانوا عايشين في لبنان وهي عندها سنتين. جت السيده ام كلثوم راحت لبنان، وانا عندما تحضر ام كلثوم فمؤكد ان كل شيء لا يتحدث الا عن ام كلثوم. طب والدتها لبست لبس السهره وراحت تحضر حفله ام كلثوم، وكانت الوقت ده الفنانه فايزه احمد عندها يعني سنتين ونص. لما والدتها حضرت حفله الفنانه حفله الفنانه ام كلثوم، هي رجعت دعت ربنا وطلبت منه ان بنتها تمشي على ضرب ام كلثوم. سبحان الله، دعتها وخلاص، والدعوه يعني عدت الايام. بعدها بفتره ابتدت الامارات استجابه الدعوه تظهر، ان فايزه بدات تغني وتردد اغاني ام كلثوم. والدتها على طول لقطت، فعلى طول جابت لها حد يعلمها الموسيقى وهي لسه طفله 4 و5 سنين. كانت استجابه فايزه للي بيعلمها اكبر من عصرها بالصوت بالاداء.
خلاص. فهي والدتها تفرغت ان دي مشروعي انا عايش عشان بنشوف بنتي تبقى زي ام السيده او الست ام كلثوم يعني. ايوه. ابتدت الفنانه فايزه احمد تدرس موسيقى وهي عندها 13 سنه. اتقدمت لاذاعه الشرق الادنى هناك في لبنان وتم قبولها كقرار. بعدها بدات اتقدمت للاذاعه السوريه فابتدت تغني. فكانت حتى وهي بتوصف بتقول انا كنت في احيانا اصلي الفجر اروح سوريا اسجل في الاذاعه السوريه وارجع تاني على لبنان اسجل تاني واشتغل كقرار رغم ان اخدنا الوقت كان بيبقى صيام. بس مع ذلك ما كنتش بحس بتعب لان انا بحب الغنى. خلاص ابتدى كل يقول فايزه دي ليها مستقبل فايزه ليها مستقبل. جابت لها حد علمها في البيت كان اسمه حبيب الدين. يعني حبيب الدين ده كانت الفنانه فايزه احمد مرتبطه بيه. بعد كده لما التحقت بالاذاعه قابلت هناك موسيقار اسمه شفيق شبيب. هو كان من الشخصيات او اذاعي في الاذاعه هو كان من الشخصيات اللي بتحب فايزه جدا ودعمها وابتدت فايزه تظهر وتتالق. فعز تالقها كانت في العراق سافرت للعراق وهنا حصلت لها حادثه. الحادثه ديت افقدتها النطق على الكلام فتره يعني هي بتوصف حتى بتقول وزني قل جدا بقيت مجرد شبح روح بلا جسد يعني مش حاسه بنفسي. بتقول الحاجه الوحيده اللي انا ما وقفتش عنها ان انا دايما كنت بغني ودندن. ففي الوقت ده في عز بتقول يعني كان دايما في دعم كبير من اللي حواليا ان انا لا لازم ارجع تاني ولازم. فحد قال لي يا فايزه روحي مصر لو روحتي هتنجحي وتتشهري هناك. بتقول احنا عندنا مثل بيقول يا رايح مصر مثلك الوف. قلت له بروح مصر ومعقول هتنجح وهتشهر؟ لا روحي وجربي وهتشوفي الدنيا. كان من حسن حظ فايزه الاستاذ او الدبلوماسي صباح الاباني وهو شقيق الشاعر العظيم نزار اباني. هو كان راجل مهتم جدا بالفنون وبالاداب وساب الدبلوماسيه وتفرغ للرسم والكتابه والابداع. في الوقت ده كان اشترى بعض الالحان لفايزه من احد الملحنين هنا وكان الملحن احمد صدقي كان بيتعاون مع الموسيقار محمد عبد الوهاب والفنانين الكبار يمكن ما خدش حقه شويه في الشهره. فغنت له فايزه فوجه لها دعوه انها تيجي هنا مصر تغني وتقدم نفسها. يعني كانت احلى طريق في دنيتي زي ما انا وصفته زي ما وصفته فايزه يعني مشوارها انها جت مصر. جت مصر هنا وقابلت يعني العظيم محمد حسن الشجاعي يعني كان بيوصف ان هو الحارس الامين على الفن المصري والاذاعه المصريه. كانش بيسمح لاي صوت متوسط او اي حد متوسط الموهبه انه يحتل مكانه ما يستحقهاش. قابلها كانت فايزه محدده التارجت بتاعها وقالت له قال لها بتعرف تغني يا شاطره؟ قالت له قال لها طب غني. غنت الموشح قدامه انبهر بيها يعني كان برضو كل فيلم. ومن هنا بقى ابتدت النجوميه وابتدى المشوار لا المشوار ابتدى المشوار بس ما ابتدتش النجوميه.